الأهلي مع موسيماني بيحقق أول فوز في تاريخ الأندية المصرية في الكونغو الديمقراطية. الأهلي مع موسيماني بيحقق أكبر فوز خارجي للأهلي في مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي مع موسيماني بيحقق في 4 مباريات خارجية 3 انتصارات على الوداد وسونديب وكمان فيتا كلوب. خسر مباراة واحدة يتحمل مسؤوليتها لأن كل المديرين الفنيين في العالم بيغلطوا. مفيش مدير فني ولا فريق بيقدم موسم كامل عظمة، بيقدم موسم كامل 10 على 10، لا دايما بيكون في مباراة فوق مباراة تحت، لكن مجمل الأداء والاختبارات الحقيقية اللي بيتحط قدامها بتقيم مستواه. بمعنى احنا من يوم ما جبنا الراجل ده دخلنا على نص نهائي ونهائي افريقيا، ما عليه نص نهائي مع انه طبعا مش حاجة سهلة يعني، وقدر يكسب رايح جاي ويكسب الوداد مش فريق سهل، لكن قدر يوصل للنهائي، نهائي القرن قدام الزمالك، الزمالك اللي انت لعبته قبلها مباراتين كنت انت الافضل وانت الاحسن ومتحكم في الكورة وبتروح بدل الفرصة 10 وما كسبتش في السوبر المحلي ومباراة الدوري. لكن مع موسيماني وبفكر موسيماني وتحليله للخصم فاجئ الخصم وقدر يدرسه كويس وساب له الكورة معرفش يعمل بيها حاجة وقدر يكسب بالقضية. ده جهد مدير فني وشغل ربنا بيوفقه ويفوز بالبطولة. وكمان عندنا بعض التعثرات شوية في كاس مصر قدر يحلها لنا ويفوز بكاس مصر بعدها على طول. يروح لكاس العالم للأندية أول مرة في تاريخ الجيل الحالي ويقدر يعادل إنجاز الجيل الذهبي، أفضل إنجاز في تاريخ الأهلي السابق اللي هو برونزية 2006 قدر يعادلها المرة دي. خسر مباراة واحدة بس في الفترة دي اللي هي مباراة بايرن ميونخ، مباراة تاريخية عالمية قدام نادي مش طبيعي، لكن المباراة اللي يتحمل مسؤوليتها هي مباراة سيمبا التنزاني. فاللي عايز أقوله يا جماعة في الحلقة دي، الحلقة دي ما فيهاش رد على حد ولا فيها إحصائيات تاريخية ولا فيها قصف جبهات والحاجات اللي الناس بتحبها وأنا عارف، لكن أنا الحلقة دي بوجهها لجمهور النادي الأهلي. يا جماعة ما تسمعوش كلام إعلام كاره للنادي الأهلي بيحاول يفطس في مدير فني مشروع، مدير فني قعد مع سان داونز 8 سنين جاب لهم البطولة الوحيدة في تاريخهم دوري أبطال إفريقيا 2016. فريق ما كانش له تاريخ إفريقي كبير قدر يوصله لمنصات التتويج الإفريقية، وكمان بصمته ما زالت موجودة على الفريق الحالي، وشفنا أداؤه في البطولة الحالية من دوري أبطال إفريقيا قدر يكسب كل الماتشات لغاية دلوقتي. بالتالي إحنا قدام مدير فني مش بنجربه، هو راجل أصلا ناجح وحتى الآن ناجح معانا. بالتالي زي ما قال لنا من أول يوم، اعطوني الوقت والدعم، لازم نثق فيه. هو احنا خلاص مش اختبار، مفيش اختبار، هو حطيناه فيه وما نجحش فيه. قلنا دوري أبطال، كاس مصر، كاس عالم للأندية، الدوري مازال عنده فرصة يكسب المؤجلات ويتصدر بفارق مريح عن الزمالك. بالتالي كل البطولات اللي موجود فيها ناجح بامتياز. فرسالتي لجمهور النادي الأهلي، ادعم موسيماني. أنا مش بقول هنا إنه بيغلطش، موسيماني غلط إنه كان معانا محمد شريف، الراجل ماشي بامتياز في كل مباراة بيسجل، وأحيانا حتى بيسجل ويتلغى وكلام من ده، لكن بيقدم أداء ممتاز ورجع قعده. غلطة واضحة جدا هو المسؤول عنها، قعده صالح بواليا، لكن فده مش معناه إن هو بيغلطش، لا بيغلط، هو بيقول لك الغلطة أهو، وكمان مسؤول عن مباراة سيمبا. إذن هو بيغلط، لكن غلطة في سياق إيه؟ في سياق إنه مدير فني كفء. جوزيه نفسه كان بيغلط يا جماعة، جوزيه كان بيقدم مباريات سيئة جدا وبيكسب في المحلة في الآخر بهدف صعب، وبيكسب بضرب الجزاء، وبيكسب في إنبي وهكذا، بيقدم مباريات متواضعة لكن بيكسب في الآخر. مفيش مدير فني في التاريخ بيقدم طول تواجده مع أي فريق عظمة ومتعة. لازم يكون في معظم الأداء جيد لكن مباراة أو 2 خلال الموسم بيكونوا سيئين ويتحمل مسؤولياتهم. فرسالة الجمهور الأهلي إن إحنا ندعم موسيماني كل الدعم وكل الثقة،
الراجل مفيش اختبار اتحط فيه وما نجحش فيه، بالتالي الراجل مش محتاج بقى لسه اختبارات يا جماعة عشان نثق فيه، لازم نثق فيه ثقة تامة. مش بقول ما ننتقدش، انتقد بس في سياق حب وثقة في الراجل. الراجل مع الجيل الحالي اللي لما يتحط في اختبار صعب بينجح فيه، هم يمكن ضيعوا فرصة الفوز هنا على فيتا كلاب وتعادلوا 2-2 طبعا مع الخطأ التحكيمي، لكن قدروا يصححوا الخطأ ده ويفوزوا خارج مصر بأكبر فوز في دور المجموعات خارجية للنادي الأهلي. إذن الجيل الحالي جيل محترم، والمدير الفني الحالي بيتسو موسيماني مدير فني محترم يستحق مننا كل الدعم والثقة، وإن شاء الله هيكون قدها ويفوز معانا بالبطولة العاشرة والتانية على التوالي. أتمنى تكون رسالتي وصلت، وأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.